محطة شارع البشاري بمناسبة عودة رئيس تبون رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن. الحمد لله، هذا نهار مبروك لرئيس الجمهورية عاد بسلام لأرض الوطن، ونتمنوا إن شاء الله بحول الله 2020 هذا يفوت بسلام إن شاء الله بحول الله، ونتمنوا كل المواطنين الجزائريين يكونوا في صحة جيدة. وهذا نهار مبروك، نهار مبروك لكل جزائري، وافتخار لنا الرئيس الجمهورية نتاعنا راه في وضعية وصحة جيدة. إذا هي فرحة كل الجزائريين، الحمد لله على عودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد فترة علاج ونقاها. والله رانا فرحانين بعودة رئيس الجمهورية، ونتمناو للمواطنين والمواطنات يعاونوا سيد رئيس الجمهورية في المسار التشييد والبناء والتشييد. رانا اليوم يا خويا فرحانين بعودة الرئيس، وان شاء الله 2021 ستكون دولة قوية وجزائر جديدة. نفرحوا به وبالجزائر اللي جا باش ينصرها، والنصر عند ربي، وهو اللي عليه الأساس، خطر هو بانا. الحمد لله الذي تعافى وعاد لنا سالما، ونرجو أن يسود الاستقرار والطمأنينة في بلادنا. راني فرحان بالرئيس نتاعنا أنه عاد لأرض الوطن، الحمد لله يا ربي. والله من قبل كنا ندعو له دائما بالشفاء، أنا واحد من الناس نحكي على نفسية، والله إلا كنت ندعي له من قلبي أنه يشافيه إن شاء الله، وبلادنا إن شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله، ويحفظ رئيسنا إن شاء الله، ويحفظ كاع البلاد المسلمين إن شاء الله يا رب العالمين. شفناه في التلفزه رجع، خلاص حنا تهنينا كي شفناه يا ودي، ما نكون نكذبش على عليكم، الله لا الله يبارك العائله امام لا فامي كل فرحه ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين على عوده الرئيس عبد المجيد تبون الى ارض الوطن، نتمنى له الصحه والعافيه وربي يطول في عمره ويعطي له القوه باش يواصل مشوار من اجل نهوض بالجزائر الجديده ان شاء الله. الحمد لله على الشفاء تاعه، والله لك الحمد كي عاود رجع لبلاده. كان خاصنا موبر كي تخرج الرئيس يكمل لي موبر تاعنا، وهو لاتيت هو الراس تاع تاعنا. فرحتوا؟ فرحنا به. شنو فرحوا؟ فرحنا به بزاف كي شفناه، وجا بخير لاباس، هضر مليح وهضر والحمد لله جا بخير على خير. أنا حاس بروحي فرحان ومزيان اللي جا ريح، وعلى ربي الله يوفقه في الخدمة تاعه. الحمد لله جا بخير وخير نريح الحمد لله. راني فرحانة ولي ريح رئيسنا، وإن شاء الله يا ربي يرد علينا هذا العام بخير إن شاء الله، بالسرور وبالهنا، ويخليه لينا، والشباب تخدم والحكومة تخدم والناس قاعدة تفرح. أنا فرحان بزاف بالعودة تاع الرئيس تاعنا، ونطلبوا له الشفاء، وكما قلت راني فرحان كمواطن كاع جزائري اللي يبغي البلاد. إن شاء الله تكون عودة ميمونة للرئيس، وإن شاء الله ربي يعطيه صحته ويكمل المهام نتاعو إن شاء الله بكل الصحة نتاعو، ويخدم البلاد إن شاء الله والعباد، وتكون الجزائر إن شاء الله بخير إن شاء الله في العام الجديد إن شاء الله. ونحمد ربي كي رجع للوطن. الحمد لله كي رجعنا على خير ومرتاح، وحنا زين نرتاحوا كيما مرتاح هو هكذا، وما دام بينا تما يكون ديما على خير.